زي ما سمعت الدكتور بيقول حاجات مهمة جدا، يا ريت توفروا لأولادكم البدائل وما تلجأوش لوسائل ممكن تبقوا فاهمين ان دي الحل، خاصة ان الطفل ده فعلا لو اكتشف ان مامته كذبت عليه بعد ما شال الشادو ده هيعرف ان هي بتقولوش الحقيقة، وطول الوقت هيفضل بينهم فجوة لان ما بقاش فيه مصداقية. وخليني دلوقتي اروح معاكم الموضوع تاني وهكلمكم عن خبر صدمني جدا، وهو حبس ربة منزل باعت طفل يبلغ من العمر يوم واحد ب45,000 جنيه في دار السلام. عايز اقول لكم ان المتهمة قامت بعرض طفل للبيع ب45,000 جنيه عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانها تواصلت على اتفاق مع احد الاشخاص على شرائه، وتم ضبطها وهي في محطة مترو دار السلام اثناء انتظارها للمشتري. عايز اقول لكم ان دي مش اول مرة التحقيقات اكدت ان المتهمة بعت قبل كده طفلة من سنتين لسيدة وجوزها بمنطقة الخصوص، وده بتمن رخيص جدا 12,000 جنيه. طبعا كل التحية للضباط اللي قدروا يقبضوا على الست المجرمة دي، وعايز اقول لكم ان الست دي تجردت من كل المشاعر الانسانية والرحمة. مش عارفين نقول ايه، مش عارفين نقول ايه لما نلاقي امثلة سيئة زي دي. ست للأسف ما اكتفتش بانها تبيع اطفال غرب عنها، دي كمان باعت ولادها، فدي لو قلنا ما ينفعش نوصفها ولا نقول عليها ام لانها ما ينفعش تاخد اللقب ده. للأسف ده الخبر اللي كان موجود الاسبوع ده، وكنا حابين نقوله لحضراتكم لان الجريمة لازم ولا بد هيكون ليها نهاية، ومفيش حد هيفلت من العقاب مهما حصل، خاصة لما تكون ست سيئة السمعة وسيئة الضمير.